مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من الطريق السريع الرابط بين مدينة تارودانت ومدينة أكادير. ففي إطار تواصلنا الدائم معكم من خلال برامجنا اللي كنقوم بها دائما من اجل الإحاطة بكل من المواضيع المهمة وذات الراهنية والآنية، فكما شاهدتم معنا خلال الآونة الأخيرة المغرب يواصل سلسلة الانتصارات ديالو بالصحراء المغربية وفي ملف الصحراء، حيث هناك إشادة دولية كبيرة بنجاح الدبلوماسية المغربية بطبيعة الحال بعد توالي مجموعة من الدول التي أصبحت تقصد منطقة الصحراء المغربية من أجل فتح قنصليتها وربما الولايات المتحدة الأمريكية آخر الملتحقين بركب هذه الدول. فصراحة هذا الشيء ولا كيفرح كثير، ولنا كنشاهدوا بأن المغرب يخطو خطوات ثابتة من أجل إنهاء هذا المسلسل ديال النزاع حول الصحراء المغربية. وبطبيعة الحال فالصحراء تبقى مغربية وستبقى إلى الأبد ولا عزاء للحاقدين. فأنتما كمغاربة كيف ترون هذه السياسة التي ينهجها المغرب في الأقاليم الجنوبية ومن أجل تنمية هذه الأقاليم العزيزة وربطها بقاطرة التنمية التي تشهدها بلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصره الله. فصراحة زيارة الوفد الأمريكي اليوم لمدينة الدخلة ما هي إلا تمرة أخرى تنضاف إلى سلسلة التمرات التي قطفناها في الآونة الأخيرة. فكاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينجر اليوم الأحد أعلن يعني مدينة الدخلة عن إعجابه بهذه المدينة، وأيضا تحيتي أخي محمد. بطبيعة الحال الصحراء مغربية وستبقى مغربية كما قلت أخي الكريم. فهذه الزيارة اللي كيقوم بها هذا الوفد الأمريكي اليوم هي زيارة رفيعة المستوى. الحكومة الأمريكية إلى الصحراء المغربية منذ الإعلان التاريخي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 دجنبر من الشهر الماضي بالاعتراف التاريخي بالسيادة التامة للمملكة المغربية على كافة منطقة الصحراء المغربية، وأيضا بفتح قنصلية أمريكا بمدينة الدخلة. وفي هذا اللقاء اللي عقده الوفد الأمريكي بمدينة الدخلة أبرز مساعد وزير الخارجية أن الولايات المتحدة الأمريكية تجمعها شراكة عسكرية واسعة بالمغرب، وأيضا أضاف بأن يعني الصادرات المغربية للولايات المتحدة الأمريكية منذ دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذ تضاعفت وتنامت هذه التجارة الثنائية 5 أضعاف. وأيضا صراحة هناك نجاح دبلوماسي للمغرب في ملف الصحراء والذي تطرق إليه المسؤول الأمريكي بعد كما قلت الإعلان التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على كافة أراضي وعلى الصحراء المغربية، معتبرا بأن هذه من بين أهم التطورات اللي حصلت على مدى 2 قرن من الصداقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب. وبطبيعة الحال هذه الزيارة فتعد هي الزيارة الأولى لوفد أمريكي رفيع المستوى المناطق الجنوبية بعد هذا الإعلان التاريخي. وبطبيعة الحال هناك مجموعة من الدول التي فتحت هي الأخرى القنصلية ديالها بالأقاليم الجنوبية سواء بمدينة الدخلة أو مدينة العيون، وكلها سلسلة من الانتصارات ديال السياسة المغربية بطبيعة الحال. وأيضا
الوفد الأمريكي أكد على تعزيز العلاقات الأمريكية المغربية، سواء العلاقات التجارية أو العلاقات السياسية والدبلوماسية. وبطبيعة الحال فالقنصلية الأمريكية التي سيتم فتحها في مدينة الداخلة، فصراحة ستشكل ضربة موجعة لشردمة البوليزاريو، وأيضا ستشكل صفعة قوية لكل أعداء الوحدة الترابية. فهنيئا لبلدنا الحبيب بهذه الانتصارات المتتالية، وهنيئا لنا بهذه الخطوة الغير المسبوقة للولايات المتحدة الأمريكية. وبطبيعة الحال فما تشهده الصحراء المغربية من دبلوماسية وتنامي في الاستراتيجية الدبلوماسية، وأيضا سلسلة من المشاريع التنموية، فهي استراتيجية جديدة تنهجها مملكتنا الحبيبة لتعزيز سيادتها على كل الأقاليم الجنوبية واكتساب دعم إقليمي ودولي يقوي من هذه القضية التي هي قضيتنا جميعا، ولا وهي قضية الوحدة الترابية. فصراحة مجموعة من الدول، سواء الدول الأجنبية والدول الإفريقية والدول العربية، تعتزم هي الأخرى فتح القنصليات ديالها بالأقاليم الجنوبية. وبطبيعة الحال كل هذا بفضل نجاح سياسة وزير الخارجية المغربي بطبيعة الحال ناصر بوريطة، اللي قام بمجموعة من المجهودات الجبارة وأبان على الكفاءة ديالو وأيضا على الحنكة ديالو، بعد ما خلى مجموعة من الدول تفتح القنصلية ديالها، سواء الدول الإفريقية وعلى رأسها زامبيا وأيضا مملكة إسواتيني بمدينة العيون. وبطبيعة الحال فأكثر من 15 قنصلية تم الافتتاح ديالها بالأقاليم الجنوبية، ومن بينها 8 قنصلية بالعيون و7 بالداخلة. وصراحة هذا الشيء كيفرح بطبيعة الحال. فأيضا بوركينا فاسو وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية هن الأخريات دول افتتحت القنصلية ديالها بالمغرب، وأيضا جيبوتي وليبيريا. وبطبيعة الحال هذا الشيء كامله غادي يعزز يعني إقرار الزيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية. فغادي نحاول إخواني أنني نقرأ بعض التعاليق ديالكم بطبيعة الحال بخصوص هذا الموضوع، فكنتمنى أن المملكة المغربية تزيد في الانتصارات ديالها وتجمع مجموعة من الصفعات لكل من يحاول أن يشكك في سيادتنا على الأقاليم ديالنا الجنوبية. فنتمنى عبد اللطيف بوسيف كيقول زيارة ميمونة تناسبت مع خيرات الغيت، كيقول تنبؤ بمستقبل ظاهر في ربوع المملكة المغربية من طنجة إلى القويرة، عين الحسود فيها عود. شكرا لك أخي الكريم سيمو من الدربدة، تحياتي لك أخي، شكرا لك. أيضا مجموعة من الناس اللي حسن سمير كيقول الصحراء مغربية، أكيد يا أخي ولا يتجدل على هذا الأمر، اثنين فتحيتي لك. أيضا محمد كيقول الصحراء كانت مغربية وستبقى مغربية، أحب من أحب وكره من كره، دائما تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحيتي لك أخي الكريم، شكرا لك. فصراحة مجموعة من الخطوات سينهجها المغرب من أجل تعزيز الدينامية دياله وتعزيز هذه الحركية اللي كتنهجها المملكة المغربية بعد ما رفضت البوليزاريو في سنوات سابقة الحكم الذاتي. وبالتالي اليوم يعني السيادة المغربية أبانت عن
يعني النهج ديالها والحكمة ديالها والتبصر ديال صاحب الجلالة في هذا الملف اللي صراحة الحمد لله يعني بهذا الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية اللي كيعتمدها المغرب في ملف وفي قضية الصحراء الحمد لله. يعني صراحة ولا هذا التسارع ديال وتيرة فتح الدول الإفريقية والدول العربية الشقيقة للقنصليات ديالها يؤكد بالملموس بأن الكل أصبح يعترف بسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية وبمبادرة الحكم الذاتي اللي كنتمنى يعني أن هذه إشارة لكل أعداء الوحدة الترابية بأن الدول العربية أيضا والدول الإفريقية اللي كتسارع أنها تفتح قنصليات لها بالصحراء المغربية تؤكد بالملموس وقوفها ومساندتها المغرب في هذا النزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية. فصراحة نجاح الدبلوماسية المغربية في التحرك بالدائرة الإفريقية التي تعزز أيضا بانضمام يعني المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في سنة 2017 بطبيعة الحال، وأيضا فتح مجموعة من القنصليات يبرز متانة وقوة العلاقات اللي كتجمع المغرب بأشقائه العرب وأيضا دول المجاورة بإفريقيا. فتحية لكل الناس اللي يعني ساهموا في هذا النجاح وساهموا في هذه الانتصارات وعلى رأسهم ناصر بوريطة. فصراحة أكيد أختي مريم بطبيعة الحال شكرا لك. فكما قلت فالسياسة الدبلوماسية الموازية وأيضا هذا النهج اللي كينهجو المغرب يؤكد بالملموس بأن الطرح المغربي لحل النزاع يكتسب دعما دوليا، وأيضا هذه الاستراتيجية السياسية والدبلوماسية الاقتصادية ستعزز من المشاريع ومن الاستثمارات التي ستستقطبها الأقاليم الجنوبية وستعمل على منح هذه القضية ديال الصحراء واحد البعد جديد واحد دينامية أخرى إن شاء الله. فهذه الأزمة إن شاء الله ستنتهي لا محالة وقد انتهت إن لم نقل. فصراحة التوجه بطبيعة الحال غادي يخلي المنطقة غادي تنعم بالنعيم وغادي تستفد الساكنة المحلية خاصة إخواننا بالأقاليم الجنوبية من مجموعة من المشاريع الدولية اللي غادي تقوم مجموعة من الدول بفتح أوراش ومشاريع تنموية بهذه المدن سواء مدينة العيون ومدينة الدخلة. وبالتالي فتحية كبيرة لكل الناس اللي ساهموا في هذه الانتصارات المتتالية للمغرب. فمحمد من الرباط كيقول الحمد لله الناس عرفوا كيفاش يخليوا دول أنها تعترف بالصحراء المغربية. أكيد يا أخي فالسياسة اللي نهجها نصر بوريطة أعطت الأوكل ديالها ولله الحمد وخلات الكل يتحدث عن هذا الرجل. فصراحة رجل حديدي ورجل سياسي كل ما تحمل الكلمة من معنى. وليد كيقول يحصل لهم الشرف واش كتعرف الدخلة راني كنعيش فيها أنا ولد كزارة زوينة مناخ يساعد أن تجعلها من أجمل المدن السياحية في المغرب. أكيد هذا الشيء اللي كنتمناو أخي الكريم وكنتمناو أيضا كل الدول باش أنها تفتح القنصلية ديالها بالأقاليم الصحراوية المغربية
فهنيئا لنا وهنيئا لكل المغاربه. حسن كيقول تحياتي للسيبور تاع الاعمال الجباره. اكيد يا اخي الكريم هذا الرجل يقوم بعمل جبار وعمل دبلوماسي وسياسي من المستوى الرفيع. مصطفى بوزوبا كيقول عاش المغرب من طنجة إلى الجوار، شعارنا الله الوطن. انتهى الكلام، تحيتي لك إبراهيم غفران، تحيتي لك، شكرا لك، تحية أيضا لكل الناس اللي كيتابعوا معنا هذا البث المباشر. فصراحة فرحنا كثير بهذه الانتصارات وبهذا النجاح اللي حققناه من الصحراء المغربية، وكما أقول دائما الصحراء مغربية وستبقى مغربية إلى الأبد، أبى من أبى وكره من كره، ولا عزاء الحاقدين. وما هذه إلا بداية الغيث وثمرات أخرى قادمة إن شاء الله في قادم من الأيام، ودول أخرى ستفتح القنصلية ديالها والسفارة ديالها بلدنا الحبيب، والذي ينعم بالأمن والسلام والهنا والطمأنينة. ونحن دائما نتعايش مع كافة الشعوب وكافة الحضارات، وبلدنا بلد التسامح وبلد الديمقراطية وبلد حقوق الإنسان، وبلد أيضا كل الناس اللي كيتابعوا معنا هذا اللايف. كنتمنوا لكم أمسية سعيدة، ومرة أخرى نهنئ كل المغاربة بهذه الانتصارات المتتالية، ولا عزاء الحاقدين، والصحراء مغربية وستبقى مغربية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء إن شاء الله في بث آخر بإذن الله تعالى وبركاته.